أحكام الإعدام الصادرة ضد ناشطين في الاحتجاجات الشعبية ترتفع إلى 17 حكماً نفذ منها أربعة أحكام بحسب بيانات السلطات الإيرانية، بينما تؤكد منظمة العفو الدولية أن تلك السلطات تسعى لاستصدار أحكام بإعدام عشرات آخرين في محاكمات وصفتها المنظمة الحقوقية الدولية بالصورية والتي تهدف إلى ترهيب المحتجين. ضد النظام الايراني. وعلى صعيد بدا غير متعلق بالتظاهرات اعلنت طهران قبل ايام قليله اعدام علي رضا اكبري وهو مواطن ايراني يحمل كذلك الجنسيه البريطانيه وشغل من قبل منصب نائب وزير الدفاع في ايران وبالطبع تختلف التهم الموجهه لهؤلاء. فبينما أُعدم أكبر بتهمة التجسس لصالح بريطانيا تصدر أحكام الإعدام ضد ناشطي التظاهرات بتهم الإفساد في الأرض بل ومحاربة الله ورسوله. وبحسب المركز الأحوازي للدراسات السياسية والإستراتيجية فإن عمليات الإعدام التي ينفذها نظام طهران ترمي ضمن أهدافها إلى القضاء على الاحتجاجات وزرع الخوف والرعب في صفوف الشعب بشكل عام. والانتقام من المحتجين بعد ان ارتفع سقف مطالبهم من الخدمات وفرص العمل الى المنادات بسقوط المرشد ونظامه السياسي كما ترسل رساله تحد للمجتمع الدولي مفادها ان العقوبات والادانات لن تثني نظام طهران عن المضي قدما لانهاء الحراك الشعبي في الشارع مهما كلفه ذلك غير أن اللافت أن المجتمع الدولي ولا سيما الدول الغربية التي انتفضت سياسيا وتوعدت بمعاقبة إيران على انتهاجها سياسة القمع والإعدامات هي ذاتها الدول التي تتغاضى عن جرائم أكثر دموية يرتكبها النظام الإيراني والميليشيات الموالية له في كل من العراق وسوريا واليمن ولبنان، ما يعكس ازدواجية واضحة في المعايير بحسب مراقبين. الأبواب مفتوحة إذا أمام كل الاحتمالات بشأن الاحتجاجات في إيران وبشأن العلاقات الإيرانية الغربية في ظل حالة التحدي التي تعلنها أطراف الصراع فنظام طهران يتوعد بالاستمرار في القمع وتصعيده والغرب يتعهد برد قاس على طهران والمحتجون بدورهم يعلنون مواصلة الاحتجاج حتى إسقاط النظام